لك شو عم تعملي يا مجنونة؟ انتي حمل وبعد كم شهر بدك تجيبي الولد؟ ايه وإذا يعني؟ بدك يعني يضل مطولة بالي لحتى يجيب لي ورقة طلاقي لعندي؟ ايه لا تخافي ما رح يجيب لك اياها. كتر خيره والله. حبيبتي كل الرجال مثل بعضها، بيفكروا كلهم بأنانية، هيك من عند الله. بس أنا عم فكر بورد. لك ما خطر لا تسأل على البني آدم اللي ملتعن نفسها. ما خطر لا تحسب حساب إنه أنا كنت رفيقتها بيوم من الأيام. لك شو عم تعمل هاي البني آدمة؟ ولا بس لأنه اتطلقت بدها كل نسوان العالم تتطلق مثلها؟ اصلا شايفت لك اخر حل بيني وبينه هو الطلاق. يا ستي اعتبري حازم جهلان لانه صار بسن الأربعين وحاسس حاله راحت عليه. شو ايه؟ عاجبك وضعي؟ انا كل يوم بقول لحالي لو ما طلقت قديش كنت مرتاحه هلا. اصلا انا كنت مجنونه لاني طلقته على غلطات عملت معي ما لهم طعمه. إذا الخيانة ما لها طعمة، لكن شو اللي له طعمة دخيلك؟ إنك تنلحشي وتنرمي لحالك وتاكلك الوحدة، وتربي ولادك بقمع راسك لوحدك، وتقرفين عيشتهم لأنك أنت أصلاً قرفانة عيشتك، هي اللي لها طعمة، عرفتيها شو هي؟ روحي يا ورد، إن شاء الله ما بتشوفي يوم أبيض بحياتك، لك الله يحرق قلبك مثل ما حرقتي قلبي، عم بدي عليكي من قلب محروق. الله لا يوفقك يا جودي.